القوات العراقية تحرر 16 حيا داخل تل عفر وهروب عائلات من قبضة التنظيم بمركز المدينة. بالتزامن مع معركة الرقة، هجوم قريب لقوات سوريا الديمقراطية على مدينة دير الزور. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. أعلنت القوات العراقية أنها حققت تقدما كبيرا في معركة تحرير مدينة تل عفر آخر معاقل داعش في شمال العراق. وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان أنها استطاعت تحرير 16 حيا داخل المدينة، ولم يبقى سوى أحياء قليلة تحت احتلال التنظيم في تل عفر. وأوضح مصدر عسكري أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تخوض معارك في منطقة القلعة التي تعد قلب تل عفر بعد الانهيار الكبير الذي وقع في صفوف داعش خلال الساعات الماضية. قال مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور معتز محي عبد الحميد في لقاء مع أخبار الآن إن التقدم السريع للقوات العراقية في معركة تل عفر دليل على انهزام أفراد داعش وعدم تمكنهم من البقاء لفترة طويلة، لافتا إلى أن مسلحي التنظيم يلجؤون إلى استخدام أساليب عسكرية قديمة في المعركة كزراعة الألغام وحرق الإطارات لتضليل الطيران الحربي. طبعا هذا التقدم السريع دلالة كبيرة على انهزام العدو وعدم تمكن البقاء فترة طويلة أمام تقدم القوات العراقية. هنالك بعض الأفكار القديمة التي يلجأ إليها المسلحين من خلال وجود الألغام وجود كذلك زرع العبوات، ولكن قواتنا العراقية خصوصا الهندسة تعالج هذه المسائل التي أصبحت معالجتها بسيطة جدا، وكذلك ما يسلك سلوك البداءة في موضوع التضليل الطيران القوة الجوية من خلال حرق الإطارات وغيرها من الأساليب القديمة التي استعملها في مدن سابقة، دلالة كبيرة أن قدرته على الصمود في هذه المدينة سوف تكون قليلة جدا وسوف ينهار بالأيام القادمة. تمكنت عائلات نازحة من الهرب من قبضة داعش كانت تسكن مركز تل عفر غرب الموصل بعد أن قطعت كيلومترات عدة واجهت خلالها مخاطر جمة، من بينها عبور مناطق كان مقاتلو التنظيم قد زرعوها بعبوات ناسفة في محيط المدينة، لكنهم وصلوا أخيرا سالمين إلى مواقع تمركز القوات العراقية التي نقلتهم إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل. موفد أخبار الآن حسام الأحبابي التقى هذه العائلات وأعد هذا التقرير. مهما كانت ظروف العيش في هذه المخيمات لكنها ملاذ آمن لهؤلاء النازحين من تل عفر غربي الموصل، حيث المعارك على أشدها هناك بين القوات العراقية ومقاتلي داعش. فبعد أن قطعوا مسافات تقدر بعشرات الكيلومترات للتخلص من قبضة تنظيم تتسابق قيادتاه على استغلال النازحين أو استهدافهم، هم الآن بالكاد يتنفسون الصعداء. من شردنا من عياضية على القرى الشمالية، قرى المالح اللي يسيطر عليه بيشمركة تقريبا هم 10 كيلومترات بالليل، ما نعرف ألغام ما ألغام، هيجي مثل عمياني يضرب على المي. لم يتوانى مقاتلو داعش بتصويب جام غضبهم وأسلحتهم على المدنيين على خلفية انهيار خطوط مواجهتهم القوات العراقية المتقدمة للتحرير، فهذا النازح المتحرر من حصار التنظيم فقد أمه خلال هروبهم من تل عفر حيث سقطت ضحية رصاصات داعش وإرهابه. طلعنا من المزرعة وصلنا تقريبا بالمصفى الكاسك، وطلعنا من طلعوا قدامنا من مصفى وضربونا بالطلقات برصاص، وجاء طلقة على صدره وماتت بالطريق. لم تكن مأساة عبد الستار الوحيدة من بين قصص ضحايا داعش في تل عفر، إذ خسر مهدي صباح عمه في غياهب أحد سجون التنظيم المنتشرة في المدينة بعد أن توقف قلبه متأثرا بشدة وقساوة الاحتجاز وفراق الأهل والأحبة. عمي رجال شبير كان قاعد تل عفر مريضة
وزوجتهم مريضة وعنده أختهم بنية مجنونة ما كبيرة بالعمر ما قدروا يطلعون. عاد هذا ابنهم كان يدبروا عليهم بالأكل والشرب، وورا فترة اعتقلوا ودوه على السجن. ورا 10 أيام يجي بلغوا أبوه قالوا على أساس قلبه وقف بالسجن بالمعتقل. عاد أخذناه من المستشفى وحال بوصله وديناه دفناه. أما صفوان مصطفى ذو 15 ربيعا فلم يسلم هو الآخر من قهر داعش وقمعه لشباب تل عفر ومصائرهم، إذ قاس ظروف الاعتقال بحرقة على مستقبله بتهمة حيازته هاتفا خلويا والتخابر مع القوات الأمنية العراقية. كان موبايل ممنوع، دواعش ما يخلون تشيل موبايل. جاء أخذ الأمنية على السجن على مود الموبايل. بالسجن ضربونا، حبسونا 4 أيام ويا الروافد. لا ما مسكون. لو كان مسكون هسه احنا في الوادي ما يخلوا. الوادي شنو هذا الوادي؟ وادي اسمه عرلو عنطر يقولوا ما اعرف شنو بغادي. شنو هذا الوادي؟ يعني يقتلون الناس؟ يقتلون الناس دبون بيها. مخيمات الجدعة جنوبي الموصل مليئة بالنازحين الذين فروا من معاقل داعش في نينوى شمالي العراق بعد تحريرها وخلال العمليات العسكرية، فجرى عزلها عن مراكز إيواء أخرى استقبلت عائلات مقاتلي داعش تجنبا لتصادم السكان ببعضهم، فضلا عن كونهم ما زالوا خاضعين لإجراءات التحقيق والتدقيق الأمني تمهيدا لإعادتهم لحياتهم الطبيعية. أعلن محققون عسكريون عراقيون عن اكتشاف مقبرة جماعية بالقرب من سجن كان لتنظيم داعش في الموصل، وتضم المقبرة رفات 500 شخص قضى عليهم التنظيم. وقال فريق التحقيق في بيان إن مقبرة واحدة قرب سجن بادوش احتوت على جثث 470 سجينا قتلوا على يد داعش، فيما ضم قبر آخر جثث 30 شخص. وقال مسؤول أمني عراقي إن معظم الجثث تعود إلى أشخاص قتلوا على خلفيات طائفية. قصفت مقاتلات روسية تجمعا للنازحين في ناحية عقيربات بريف حما الشرقي وسط سوريا، ما أدى إلى قتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين بجروح. وأشارت مصادر محلية إلى أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين بحالة خطرة، فضلا عن عدم وجود مستشفيات أو نقاط طبية في المنطقة. أعلنت 9 كتائب تابعة لعشائر الشعيطات والبكارة والكير انضمامها إلى مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك استعدادا لمعركة دير الزور المرتقبة. وقبيل انطلاق معركة السيطرة على دير الزور التي يحتلها تنظيم داعش، أكدت القوات الديمقراطية في مؤتمر صحفي جاهزيتها لتدريب نحو 1500 مقاتل من أبناء عشائر دير الزور. تاريخ اليوم انضم إلينا 9 كتائب لمجلس دير الزور العسكري، كتائب عشيرة البقارة وكتائب عشيرة شعيطات وكتائب عشيرة البكير. هذول الكتائب يجوا من النخبة السورية وانضموا لمجلس دير الزور العسكري. هذول بالمرحلة القادمة عم ندربهم ونجهزهم، صاروا ضمن قواتنا وكتائب مجلس دير الزور العسكري، فهذول مجهزين من أبناء محافظة دير الزور لتحرير محافظة دير الزور. في الأيام القادمة في لدينا عمل عسكري واسع على محافظة دير الزور، فهذه أحد الخطوات توحيد الصفوف العشائر من عشائر محافظة دير الزور، فكانت خطوة جيدة والحمد لله. انضم أكثر من 1500 شاب لهذا المجلس العسكري. أنا القائد العسكري عياش أبو حمزة من قبيلة البقارة، تابع الكتائب البقارة. حاليا انضوينا يعني تشكيل جديد مع مجلس دير الزور العسكري، لأنه بعملية عسكرية عن قريب يعني، مشان نروح نحرر دير الزور، محافظة دير الزور. أعربت منظمة اليونيسف عن قلقها إزاء التجارب الصادمة التي يمر بها أطفال الرقة ودير الزور في سوريا، بما في ذلك معاناة العنف الوحشي والتشرد وفقدان الأصدقاء وأفراد الأسرة.
جاء هذا في بيان منسوب إلى ممثل اليونيسف في سوريا الذي قام بزيارة الأطفال النازحين في المخيمات في عريشة وعين عيسى ومبروكة، اطلع خلالها على جهود اليونيسف في إنقاذ الأرواح على الأرض. أهلا بكم من جديد. واصل الجيش اللبناني استعداده لشن الهجوم الأخير على عدد من إرهابيي داعش في منطقة راس بعلبك والقاع الحدودية مع سوريا، حيث تشن القوات عملية منذ 7 أيام. ويتطلع الجيش للوصول لآخر مواقع الإرهابيين الذين يحتلون 20 كيلومتر مربع من أصل 120 كانت تحت احتلالهم قبل بدء العملية العسكرية السبت الماضي. فوزي محمد بشير العياط كلف من قبل تنظيم داعش بمهمة قاضي الأحوال الشخصية بعد احتلاله لسرت الليبية. تمكن مراسل أخبار الآن من اللقاء به داخل أحد السجون في مصراتة، حيث شرح له كيفية تشكيل داعش في سرت وكيف بايع أنصار الشريعة داعش في ليبيا. التنظيم أول ما تأسس في ليبيا بدأ في منطقة شرقية، كان في شخص من مدينة درنة اسمه حسن الشاعري ونادى بأبو حبيبة يعني. هذا قام بجمع بيعات في مدينة درنة وفي مدينة البنغازي من أجل أن ينضموا للتنظيم يعني. فقاموا بالبيعة وكان هو أمير التنظيم في البداية يعني، فهو اللي أسس التنظيم في درنة وبنغازي بداية يعني. المجموعة اللي كانت معه في بنغازي لما بدأت عملية الكرامة شارك حتى في الحرب ضد عملية الكرامة يعني في بنغازي يعني. هيك كانت البداية، حسن الشاعري بدأ تأسيس التنظيم يعني. بدايته كانت كيف تواصلتم معه؟ مسألة التواصل ما تواصلناش مباشرة مع أبو حبيبة، لما بدأت عملية الكرامة في المنطقة الشرقية أنصار الشريعة في سرت حسوا بالخطر يعني، حسوا أن عملية الكرامة حتنجح في المنطقة الشرقية بوقت سريع ظنوا يعني. وبعد ما تنجح في المنطقة الشرقية فكروا أنه حيكون توجه لهم في سرت باعتبار أن سرت فيها عدد كبير من قبيلة حفتر يعني، خاصة أن في مجموعة خرجت قرأت بيان مبارك لعملية الكرامة وانضمام لعملية الكرامة، فحسوا بالخوف والخطر يعني في سرت. فحصلت مناقشات وحديثة حول مسألة يبحثوا عن حل يعني المسألة. فكان الحل اللي اختار علي الصفراني اللي كان ماسك أنصار الشريعة سرت أن مجموعة أنصار الشريعة سرت عددها محدود، فإن ما يتجاوز 50 يعني، عدد محدود يعني. فعلي الصفراني قرر أن المجموعة تنتقل، أي شخص عنده رغبة أن ينضم للتنظيم ينتقل إلى سوريا ويتم البيعة هناك ويبقى هناك يعني، ما يرجعوا لليبيا يعني، ينضم للتنظيم في سوريا. فعلى هذا الأساس أرسل مجموعة علي الصفراني لسوريا من ضمنها أنا يعني، أنا ووليد فرجاني وأحمد صالح وعلي قايم. فلما مشينا لسوريا غادي تقابلنا مع أشخاص من التنظيم يعني، التقينا بتركي البن علي والتقينا بأبو محمد العراقي، واللي جلسنا معه من أجل الموضوع يعني أبو محمد العدناني ومع شخص آخر يعني. فلما جلسنا معه وعرضنا عليه الأمر أن أنصار الشريعة في سرت ترغب في الانتقال لسوريا والبيع والانضمام في سوريا والبقاء في سوريا، فقال أن التنظيم من سياسته أن لما يكون متواجد في دولة معينة ما يفرغهاش من الأشخاص اللي فيها يعني، يحاول أن يقوي التنظيم فيها. والتنظيم موجود فعلا في ليبيا وعنده أمير اللي هو حسن الشاعري أبو حبيبة، فلو حبيتوا أن تنضموا للتنظيم تنضموا في ليبيا يعني. فكان هذا ردة، فإحنا أخبرناه أن علي الصفراني ضروري هو اللي وافق على الأمر يعني، ضروري نرجع لليبيا ونعرض الأمر على علي وعلي هو اللي قرر. فرجعنا لليبيا، لما رجعنا لليبيا عرضنا الأمر على علي، علي قال تو نفكروا في الأمر يعني ونقرروا. فبعد أيام، فترة محدودة يعني 7 أيام 10 أيام حاجة هيك، جاء أبو حبيبة اللي هو الأمير التنظيم في ليبيا لسرت، وجت معه مجموعة جاية من سوريا 3 أشخاص اللي هم أبو عبد العزيز العراقي الأنباري وأبو معاذ العراقي وأبو عامر الجزراوي. فجاءوا لسرت، فعلي كان قرر أن يبايع التنظيم وينضم في سرت يعني. فهيك حصلت البيعة في سرت، انضموا أنصار الشريعة في سرت أغلبهم يعني، أغلب الأفراد انضموا بايعوا التنظيم في سرت. كيف بايعتم التنظيم في مدينة سرت وأين كان؟
البيعة كانت في بيتي، يعني جوني جاء علي صفراني، أنا ما كنتش نعلم منهم جت المجموعة دي يعني اللي سرت. فاتصل بي علي صفراني وأحمد صالح وقالوا لي أنت وين؟ قلت لهم في البيت. قالوا لي إحنا جايين يعني الحوش، يعني جايين. فبعد دقائق وصلوا للحوش وخشينا للحوش المربوع، فعرضوا الأمر يعني في المربوع، فتمت البيعة يعني بيعنا أبو عبد العزيز إحنا. التقت كاميرا أخبار الآن في عدن رهائن يمنيين كانوا محتجزين لدى الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، وتحدثوا لنا عن المعاملة السيئة التي كانوا يلقونها لدى الحوثيين من قلة طعام وشراب وإهانات لفظية وجسدية. كنت ماشي في باص، احنا ومجموعة يمكن تقريبا 12 نفر كنا رايحين على الحديدة، وقفونا. ايش السبب؟ هوياتكم. اعطيناهم هوياتنا، شافوا الجوازات حقنا واللي بطاقة مواليد السعودية، نزلونا من الباص، شالونا في مجموعة في باص، ودونا من الحديدة ودونا ايش معسكر في الزيدية، واعتقلونا 12 يوم هناك. بعدين رجعونا من الزيدية للضحي، ما ادري قرية اسمها كذا الضحي، ودونا هناك كمان 5 ايام. بعدين رجعونا من الضحي للزيدية 2 يوم، بعدين ودونا الحديدة السجن المركزي، وجلسونا الفترة هناك تقريبا ما بين 2 3 ايام، وكتبونا تعهدات وشالوا علينا الجوازات. اللي جوازه مواليد اليمن اعطوه، اللي جوازه مواليد السعودية تم مصادر جوازه، ودفع مبلغ من 180,000 الى 60,000 على كل شخص. بعدين طلبوا كفالة وتعهد انه ما عاد نشوفكم متجهين جهة حرض. المكان اللي كنا متواجدين فيه معتقلين فيه لا يوجد أكل، يعني اللي بيبقى أكل يرسل هو نفسه بفلوسه أكل، لدرجة إنه المراوح حق المكان اللي إحنا شغالين فيه الكهرباء إحنا ندافع كلنا المساجين ونشتري ديزل مدريش عشان نشغل المروحة حق المكان اللي إحنا جالسين فيه، فاهم؟ وبالنسبة للحمامات الله لا يوريك، تمسك سرتين تمسك ساعتين عشان تدخل الحمام، معامل الله لا يوريك. وبالنسبة للأكل إحنا نشتري، ما حد يجيب لنا أكل فيهم، احنا نرسل احد مسجون معانا يخرج برا السجن عشان يشتري، ونديه حق المشاوير كمان حق المواصلات. يعني كانوا المكان اللي يحسوا انه مستهدف للطيران ينقلون فيه، وهم ياخذوا الشاصات حقهم يخرجوا برا المكان، ولما تروح الطياره يرجعوا يجلسوا معانا لين يشوفوا المكان المستهدف، ينقلونا في المكان المستهدف ويروحوا هم من المكان ذا. بمعنى صح كنا دروع بشريه. اعتقلونا على قطع رصاص، شلونا انا واخواني الاثنين، ودونا الى مدرسه بهزرعه في القطيع في كريتر، وحققوا معانا من فلك الرصاص. قلت لهم هذا الرصاص مش حقي، حق فلان. وقفز واحد من الحوضة قشع حديد، وثاني خبط اخي في ظهره، والثاني شل بيب وخبط اخي، وقالوا استقروا الان من فين جبتوا الرصاص، ولا والله ما نقرح رزقكم. انا قفز قلت لهم والله الرصاص مش حقنا، حق صاحبي. في خرمك السرع مالهم مش مليح، يا ابونا حنا السحور ايش اقول لك؟ قرص روسي منه هو سحور، وقل لكم منه فطور ودب مي ومنه كل شيء. نقول لهم اخواني احنا مواطنين عاديين، احنا مواطنين شريفين، لا ضرينا احد ولا عملنا شيء، ما فيش الكلام. يقول لك ولا لو سمع منك نقص واحد يدخل يقول لك قلد زي شغل المقالد. كيف خرجنا؟ خرجنا في ضربه صاروخ من التحالف، فضل الله طب من فضل التحالف. يشلون احنا يقول بالليل غريب بعد المغرب يقول يشحنوا فوقك، يهونوك، ينتعوك، محششين، محببين. المهم يخرجوا على نفر نفر، ينزلوا عليهم ضرب، يطلعوهم من السفوف اللي فوق ويضربوهم، ويخلوا الباب مبند، يقولوا انتعوك، يشحنوا فوقك، المهم يهونوك يبهدلوا باك. أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ قصيرة المدى قبالة السواحل الشرقية، وقال الجيش الأمريكي إن 3 صواريخ قصيرة المدى أطلقتها كوريا الشمالية فشلت أو سرعان ما انفجرت، مشيرا إلى أنها لم تشكل تهديدا على غوام أو أمريكا الشمالية. وقد حضر خبراء عسكريون من تصميم لصاروخ كوري شمالي كشفت عنه بيونغ يانغ في رسالة تفيد بأنها تعمل على صنع صاروخ باليستي عابر للقارات أكثر قوة من الصواريخ التي اختبرتها في السابق. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن كوريا الشمالية كثفت جهودها لإنتاج أجزاء لمفاعل نووي جديد تقوم ببنائه في الوقت الذي تواصل فيه العمل في المفاعل الرئيسي الموجود الذي يوفر الوقود لقنابلها الذرية. وذكرت الوكالة إن جهود بيونغ يانغ لإنتاج مواد لازمة للقنابل النووية مستمرة،
ولا تستطيع الوكالة دخول كوريا الشمالية ومراقبة أنشطتها بشكل أساسي من خلال صور الأقمار الصناعية. هجم مسلح مجهول بسكين اثنين من رجال الشرطة قرب قصر باكنغهام في لندن، وقالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت رجلا خارج القصر ومعه سكين، وإن ضابطين أصيبا بإصابات طفيفة. يذكر أن قصر باكنغهام هو مقر إقامة الملكة إليزابيث في لندن. ذكرت وسائل إعلام محلية في بروكسل أن شخصا حاول طعن جنديين بسكين في شارع إيميلي جاكمان في العاصمة البلجيكية، واضطرت قوات الأمن إلى إطلاق النار على المهاجم مما أسفر عن قتله في الحال. وطبقا لتصريحات الشرطة فإن الجاني ليس له أي سوابق إرهابية، وحسب ما ذكرت وكالة بلجا البلجيكية فقد تجمع عدد غير محدود من رجال الأمن في مكان الحادث. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج التي عنونت ماكرون يتجمل ب 26 ألف يورو في 3 أشهر. أنفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو 30 ألف دولار على مساحيق التجميل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه الرئاسة، وقال إنه يحاول إيجاد بديل أرخص. وقال تقرير إن التكلفة تشمل راتب اختصاصي تجميل مكياج مستقل يرافق ماكرون خلال اللقاءات التلفزيونية وسفره إلى الخارج. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت رومانيا تسمح بالتقاعد المبكر لأمهات 3 أطفال. أعلنت وزيرة العمل الرومانية أن الأمهات لثلاثة أطفال على الأقل سيتمكن من التقاعد 6 سنوات مبكرا وفقا لقانون المعاشات الجديد. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارات انتهت من صياغة العديد من البنود والنصوص في قانون المعاشات الذي سيرفع للائتلاف الحاكم ويمكن اعتماده في ديسمبر المقبل. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت في إندونيسيا خياطون متجولون. يجوب خياطون شوارع إندونيسيا على ظهر دراجاتهم الهوائية ذات 3 عجلات والمزودة بآلات للخياطة، ويقدم الخياطون المتجولون خدماتهم لزبائنهم أمام منزلهم، حيث يقومون بإصلاح الملابس فضلا عن تفصيل وخياطة أزياء جديدة لمن يرغب. صحيفة الشرق الأوسط عنونت ألمانيا تجرب طائرة بدون طيار لإغاثة الغرقى. أعلن الصليب الأحمر الألماني عن تجربة أول طائرة بدون طيار لإسعاف السباحين عن تعرضهم لخطر الغرق، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة ستستخدم لتحديد الشخص الذي يتعرض للمتاعب أثناء السباحة من الجو، ثم تقوم الطائرة الصغيرة بتحديد موقعه عبر الأقمار الصناعية، ثم تلقي له زورقا منفوخا أو أي وسادة هوائية للإنقاذ تعينه على الطوفان على سطح الماء. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الطبيعية في تكساس في خطوة تتيح لهذه الولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفيدرالية في مواجهة الإعصار هارفي الذي سيبدأ بعد ساعات باجتياح المنطقة الساحلية بأسرها، مهددا بإغراقها بفيضانات كارثية. وقال ترامب إنه بناء على طلب حاكم تكساس وقع قرار إعلان حالة الطوارئ الطبيعية الذي يطلق العنان للمساعدة الحكومية بكامل قوتها. علماء يكتشفون آلية تأثير البدانة على أعضاء الجسم الحيوية، وأثبتت هذه الدراسة أن الشحوم المتراكمة على الكبد هي الأخطر على البدناء. التفاصيل مع الزميلة عبير عبد الله. ترتبط البدانة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسرطان كما هو معروف، لكن هناك علماء من ألمانيا اكتشفوا آلية حصول ذلك، إذ أن كمية الدهون تؤدي دورا مهما في حصول مضاعفات البدانة الخطيرة، لكن خطورة هذه الدهون تختلف من مكان إلى آخر في جسم الإنسان.
وبعد دراسات سابقة أكدت خطورة الشحوم المتراكمة في البطن، فقد توصل العلماء من خلال دراستين علميتين جديدتين أجراها باحثون من المركز الألماني لأبحاث السكر إلى أن الدهون المتراكمة في الكبد هي الأخطر على صحة الإنسان البدين. وتكشف الدراستان أن الدهون المتراكمة في الكبد تضر بالأعضاء الحيوية الأخرى، وخصوصا البنكرياس والكليتين والقلب والأوعية الدموية. وربما أن هذا الضرر المباشر على البنكرياس هو الذي يعرض الشخص البدين إلى الإصابة بداء السكري. وأثبتت أيضا من خلال الدراستين أن خلايا الكبد المتشحمة تفرز مستويات عالية من البروتينات والأنزيمات والسكريات الضارة في الدم لتصل إلى أعضاء الجسم الحيوية الأخرى. أشار بحث جديد إلى أن الأشخاص الذين يكافحون من أجل إنقاص وزنهم قد يستفيدون من التخلي عن شرب القهوة، حيث وجدت الدراسة أن الكافيين يعزز الرغبة في تناول الحلويات. ويعتقد الباحثون أن قدرة الكافيين على تعزيز اليقظة يقلل من الإدراك الحسي للمذاق الحلو، ما قد يرفع الرغبة في تناول المزيد من الحلويات. لفتت دمية تسير في شوارع طوكيو أنظار الكثيرين الذين اعتقدوا للوهلة الأولى أنها روبوت جديد، ليتضح لاحقا أنها أول دمية بشرية. وارتدت عارضة أزياء يابانية زيا خاصا بالدمى من الشعر المستعار إلى القناع إلى المفاصل البلاستيكية قبل أن تسير أمام الناس. وأكد مبتكر الدمية أنها الأولى من نوعها في العالم، مشيرا إلى أنه كان يحلم بابتكار مثل نموذج كهذا منذ صغره. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. القوات العراقية تحرر 16 حيا داخل تل عفر وهروب عائلة من قبضة التنظيم بمركز المدينة. بالتزامن مع معركة الرقة هجوم قريب لقوات سوريا الديمقراطية على مدينة دير الزور. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا للمتابعة، نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.